امان عشواوي، عايزين نعرف اهميه الكشف الاثري في هذه المنطقه، تمام، وايه السيناريو المتوقع لنقل هذه الاثار. اهميه الكشف اصلا في روعته وجماله، واللي اكد لنا عظمه المتحف المعبد اللي كان عليه معبد رمسيس الثاني في هذه المنطقه. اهميه الكشف انه بيقدم صوره حلوه عن مصر بفتره طويله جدا الاعلام ما بيتناولهاش. تمام. معلش، في اقاويل ان هذه المنطقه كان في ناس نقبوا فيها قبل كده واستخرجوا الاثار اللي فيها كلها وما بقاش فاضل غير هو تمثال رمسيس الثاني ده، هل الكلام ده حقيقي حضرتك ولا دي ادعاءات كاذبه؟ احنا شغالين هنا من 2005، احنا ما قيل ده كان قبل كده في المرحله الكبيره جدا من السوق، الثلاث مراحل قبل كده مش مسؤول عنهم، يسال عن اي نجاح او تقصير او ينسب نجاح له او تقصير عليه لمن عمل في المرحله السابقه اللي انتهت في خلال سنة. أنا اشتغلت هنا بقالي 10 سنين، تقدرش تقول إن واحد 10 سنين قاعد شغال متواصل وتقول لي إن شغله ما كانش بدقة أو بحرفية. نتمنى إن احنا هي انتهت كان تصفيتها، هذا الاكتشاف جاي سبحان الله، لما بتفكر هل هذا الاكتشاف جاي في اللحظات الأخيرة كمكافأة، ودايما اكتشافات اللحظات الأخيرة دي بيبقى لها جمال لوحدها. نعم، المعده دي تم استخدامها لما جيتوا طلعتوا راس التمثال؟ لا طبعا، كل حاجه تحتاج هنا الاسلوب طبيعي. انت بتكلم مسؤول، ليه اختلفت؟ لان صاحب العقل بيفهم ان انت حاطط مدير عمل هنا يرى قراره، بتولعي في التعبير مثلا، بتولعي سجاره بيولعها ما بتشعليش فيها. كل حاجه حسب امكانياتها الف به، واحنا شغالين موجودين، مشكله في الراس مش في مكانها الاساسي، والف به شغل لازم نشيلها عشان نفكر في الكبير. ألف بيه شغل الكبير ده مشكلتنا الكبيرة، لأنه مش هيطلع بيها، ده أكبر منها كمان، التمثال أكبر منها، فدي بديهية للإنسان اللي عنده عقل. لكن الراس دي المعدة تنفع؟ تنفع، تتحمل؟ تتحمل، تأمن؟ تأمن. جانب ريسكي فيها إيه؟ كانت أأمن بكتير من ده. أأمن من ده من ناحية؟ من ناحية المعدة. أنت أنا عندي خطورة هنا المنش المعلق، انهيار التربة، بقول لحضرتك اتحفرت ومع وزن التمثال يتقلب لقدام، ده مهندسين قايلين خايفين من قلبه لقدام، انقطاع اسلاك وايرز لفت التمثال لحد ما تلبسيه، قطعه تانية اصغر تتناسب، شيء انت شلتيه في ايدك كامل في محتوى كامل ب 20 سم طينه تحميه ونقلتيه على شكل لا هو معلق في الهواء للريسك اللي كتبناها، ولا مشكلة كمان اننا تصبنين اللي بتوع الترميم انك تربطيه شكلها كمان يعمل لك اعاقه، لو شفتيها كان وضعها كمان بيدينا صعوبه. طب الاله اللي تم استخدامها قبل كده اللي هي الونش، هل بيتم استخدامها عادي في جميع المناطق الاثريه لما بتطلعوا؟ ده شيء طبيعي، لو فكرت في اكتبي كده الاكتشاف اللي كان في متر يا فندم، القرارك مبني على ما يحكم عليه الوضع بتاعك، ظروف الوقت، في متر هنا اكتشفت قطعه تم نقلها من البيت بونش وبتاع. شكرا يا فندم، الف مبروك، الله يخليك يا فندم، ده هديه لحضرتك ولكل الناس والمصر بحالها يا فندم. يوم الاربعاء ان شاء الله تنقلوه؟ ان شاء الله. في انا كلمت مع السيسه هيجيبوا لكم عربيات كبيره تتنقل بشكل كويس، الخميس باذن الله نعمل احتفاليه. التحرير ولا الحضاره ولا التحرير؟ الوزير. طيب بالنسبه للنقل بالراحه بس. تمام يا فندم. بالنسبه للميزانيه المخصصه، انا عارفه ان كان وزاره الاثار كانت بتعمل ميزانيه مخصصه للحفائر. لا دلوقتي احنا اضطرينا بعد 2010 والنقص التمويل ان احنا نعمل التعاون المشترك، وبتبقى يعني على تكلفة الجانب بتتحمل التكلفة بتاعة الحفاير من ساعة ما بدأنا في 2012 تقريبا، تكلفتها يسأل عنها هو ما بتحاسبه. تمام. هو اللي يعني هو اللي جدا بقايا التمثال بقى، هل هتكملوا وقف عشان لا طبعا يا فندم، احنا ما نعرفش انت نسبة بقايا التمثال موجودة هنا نسبة مثلا قد تكون ضعيفة، ما فيش تمثال لقيناه كامل هنا، عشان لقينا راس لقينا جزء من قدم، فانك تكملي تمثال هنا ما لقيتيش، فاغلب الاجزاء يا في مدينه القاهره منقوله في اي مكان، يا نقلت قديما، يا قد تكون هنا. طيب ظروف العمل هنا المشكله للناس، كل اللي قاعد في بيته بيحكم من صوره او بيحكم من قعدته وما بيقدرش ياخد قرار من موقعه. طب دكتور زي حواس كان قال، دكتور زي حواس كان قال ان المنطقه المطريه عايمه على اثار. ده حقيقي. تمام. طيب دي حقيقه، انتوا بقى بتحموا الاثار دي ازاي؟ بتمنعوا التنقيب العشوائي ازاي؟ ده مش في المطريه، لا مع حضرتك تمام كده، منطقه المطريه من اقل المناطق في التنقيب العشوائي، لان الاثار اللي الدكتور زي كلم حضرتك عليها وانها عايمه على الاثار ده حقيقي، كلها من هذا الشكل، معبد ضخم جدا متحجر ومتدمر،
كبيره اللي بيلاقي لو لقى تحت بيته بيحفر الخلسة والكلام ده كله هيلاقي كتلة حجر قد تكون ليس لها قيمة. الناس بتنقى وبعض اللي هيطلعها ما بيلاقيش لها القيمة التسويقية، لذلك هنا قليلة. في مناطق تانية كتير اللي بيحفر اللي بتسمعي يقول لك مغبرة أو كده بيلاقي سوق تجارة الآثار الرايجة في القطع الصغيرة، أنت هنا ده طبيعة اللي أنت بتلاقيه فهو قليل جدا. لكن إحنا كوزارة آثار معروف إن إحنا الأراضي المباني دي خاضعة علينا، أي حد بيهد بيته مش إحنا اللي بنهد، البعد الاجتماعي مراعى، بيعمل إحلال وتجديد بننقب تحت بيته وبنحط المعلومات كصورة قطع موزاييك كده بتكمل لك الصورة، من هنا معلومة ومن هنا معلومة ومن هنا معلومة بأبني الصورة الكاملة بتاعتي.